سلامه صافا الحمد لله لاباس انت صافا الحمد لله ايجي بحدايا هكا الوغ نحكيو اليوم على الاصدقاء الاصحاب شو معناها يكون عندك صاحب في حياتك كي تعرف كيفاش تعرف اللي انت عندك صاحب تنجم تعمل عليه في حياتك بي فما البي وفما الخايبره فما شكون يقفف معاك وفما شكون في اول تي حيتيح معناتها طي ما نعرفش يلقى لك سب باش يبعد عليك ساعات الطفله راه برشا بنات راهم يغلو بين بعضهم شو تجي انت تصوحب طفله مع عشرتها وكل شيء من بعد لك تجي هي تغدرك تحكي عليك ليه ما تنجمش تواجهك في وجهك راه تحكي عليك من وراء ظهرك شو ريت انا مع اصحاب بنات ابار سحر مع شو صحب حتى طفله وانت انا كيف كيف زاد خاطر البنات الاكثريه نحنا بنات برشا عنا مشاكل برشا مع بعضنا معناها كل تحكي لها اي حكايه ولا اقل فازه ولا تلقى تغدرك وتحكي عليك بالخايب مش الكل بالطبيعه فما البي فما الخايب بالطبيعه انا ابار ايمان مع الصحب حتى واحده بالحق ديجا اخر مره صرت انا فازه مع طفله معناها مساش ما نعرفوش اسم الطفله ما مساش خلينا نعرفوش شنو الفازه لازم نعرفوا اسمها نعطينا الفازه اللي ما نجمش نقول خاطر تصير لنا مشاكل نحنا زوج لا جوست يعني مش نعرفوا بار ديتاي اما معناها كذبت عليكم شنو يعني قالت فيكم كلام خايب لا هي ما نجمش راهو نحنا نحكيوا على خاطر داخلين تعرفكم قرايه وببعضنا وكل شيء ما تحس ساعات نقص في روحها ما نعرفش الحكمه اللي خرجتوا منها بعد الحكايه هذه شنو ما نحط حد في بالي روان ما نورمال معناها ما يقلقنيش تحكي عليا ولا نورمال ما يهمنيش على خاطر انا في حد خاطر كان باش تحط الانسان هذاك في مخك راك باش تتعب في حياتك عبد باهي ما كان جي عبد باهي مرحبا عبد خايب يلقى الخير نقول لك فما بنات كي نحكي معاهم يقول لك نختار اني نعمل انتيم ولد اكثر من اني نعمل انتيم طفله كي فيه الموضوع هذا خاطر بالرسمي الطفل تلقاه خير من الطفل بألف مره الطفله تغير منك تحفر لك تحكي اسرارك تغدرك تعمل كل شيء اما الطفل لا الطفل ما يغدركش ما يغيرش منك ما يكنبصلكش معناها حاجه خايبه خاطر تعاشر الطفل خير لك من طفله والله خير منك الطفل شنو يعمل نسمع رايها هي تو انا نسمع عليك الصديق انه يكون ينصحك اما مش كيف كيف رام الولاد الكل مش كيف كيف فما واحد تلقاه مع انت داخل في حياتك ينصحك يبعدك على برشا حاجات او انا مثلا فما طفل نعرفه بعدني على برشا حاجات والله اما فما انواع اخرين ما يحبش صحاب عادي معناه كل يحب هيك اللغه ذيك اما فما اولاد ما حنايهم بالرسمي تبقى صحاب انت وياهم احلام على الاخر خليك من الف طفله فما عباد يقول لك انتيم 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 بعدك تلقاهم مخطوبين اي هكاك ما يكونوا صحاب تلمو صحاب على الاخر وبعديك ما وصلتش هكاك فما عباد وصلوا كانوا معناها ديزانتيم وراو يبدا تعرف معناها تبدا تعرف عليه كل شيء تبدا تعرف عليه كل شيء يعني ينجم يكون معناها انه ينجم يكون وقتها زاد هو كان مع صاحبته وقتها وتبدا هي تنصح ودرشنا وبعديك ولي ما بعد نورمال عادي معناها تنجم تكون هو عنده حيطه الخاصه ويعدي حيطه الخاصه اما اصحاب مع بعضهم بعديك تدنكو يوليو مع بعضهم ومحلاهم انتم تراوها العلاقه تنجح ولا ما تنجحش كي تبدا هكاك والله انت والطفله والطفل هما متفاهمين ولا ليه نعرفش باهي وانت تراها العلاقه تنجح انهم يكونوا زوز صحاب مع بعضهم ولا ليه كيبداو مثلا زوز ديزانتيم معناها كانوا زوز ديزانتيم اي تو دانكو لقاو رواحهم معناها في غولاسيون اموغوز قليل مش ما تلقى قليل اما فما حاجه الحكاية اللي هما زوز يعرفوا كل شيء على بعضهم لي ديتاي الكل يعرفوهم اي دونك هذه حاجه باهية ولا حاجه خايبه حاجه خايبه دي خايبه انك تاخذ واحد يعرف عليك كل شيء بعد ما تلقاو ما تحكيه ولا ما نعرفش كل شيء تحكوا عليك وكل شيء تعرفوا عليه اي تنجيبوا مواضيع جديده نحكيوا فيها اي كيف كيف مش نحب نعرف علاش مثلا حاجه باهيه نحب نعرفها حاجه باهيه ولا خايبه انك تاخذ انسان يعرف عليك كل شيء حاجه باهيه على الاقل يعرف عليك كل شيء قبل ما امه على الاقل يعرفك فهمتني يعرف كيفاش يتصرف معاك يعرف كيفاش يتصرف معاك وانت تعرف كيفاش تتصرف معاه ما انت عرفت طبيعته وعرفت كل شيء فهمتني دونك حتى كي باش يحكي معاك وكل شيء مقبوله معناتها نورمال
انت اذا كان اخترت انه يكون عندك صديق طفل كيفاش تحاول تحطي ليميت معاه؟ ليميت معاه حد ليميت باش ما يوليش يحبك. لا ما فمش عبد يتحكم في روحه، انت باش تحب عبد ماكش انت تحب تحبه اكاها، وانت حبيته حبيته ماكش انت معناه تحبه ولا ما تحبش ما تحب ما تحبوش، انت كان حبيته حبيته ما حبيتوش ما حبيتوش. اما هما لي الاكثريه كلي يولي يحب يتقرب منك ويولي يحب حاجه اخرى حاجه اخرى شو يولي يحبهم نو نو حاجات كيفاش يولي يتصرف معاه؟ كيفاش يولي يتصرف؟ كيفاش بسن كيفاش تعرف؟ عندي سؤال، يعني كيفاش تعرف اللي الانسان هذاك انت حاسبته صحاب وهو معناها نورمال مو حاسبك صديقه، لكن من بعد تتفق به ولا يحبك؟ كيفاش تفيق به؟ يلا نخمو مع بعضنا شكون يطلع الاول. كيفاش تفيق به ولا يحبك؟ ولي ما نعرفش، ديما يحكي يحب يحكي معاك، ديما يحب يشوفك، ديما يحب يقابلك هكاك، ديما يحب حتى ديما هذه خاطر ديجا حتى كي تبداو صحاب لا يحب ديما معناه يشوفك ويقابلك، ينجم حتى هو يقول لك ما نحبش نقعدوا صحابك، نحب تتطور الغلاسيون معناه. كيفاش تنجم يجيك شكون يقول لك يعترف لك بالشعور يقول لك راني نحبك وانت حسبته كي خوك، كيفاش تنجم تقول له راني ما نجمش نحبك؟ اما ما تجعلوش مشاعر وممتو تحافظ على مشاعر صحابنا، قول له احنا من اللي صغار وخيين معناتها نبقوا علاقه خليها علاقتنا علاقه صديقه معناها فهمتني، ما نحبش نفسد علاقتي بك خليها كصديقه وكاخوي علاقه اخوي. هذه انت كيفاش تنجم تحافظ على علاقتك هكا؟ وانت كيفاش تقول يعني هو يجي يعترف لك ويقول لك كل شيء وانا ما نحبش قولوا خلينا صحاب خاطر كنا ما نجموش معناه ندخلوا في غولاسيون انت تحبني وانا ما نبدلكش في الشعور معناه كي كان نخسروا بعضنا ونوجعك وبرشا حاجه معناه كنا نقعدوا صحاب خي. اي طب باش نخلي كل واحده فيكم تعطينا نصيحه للاصحاب. ماذا بيكم كي تحكيوا كلام اعرفوا كيفاش توزنوه، والله كي تحكي ايش احكي متى إيش احكي قدامي ما تحكيش في ظهري، خاطر العبد اللي يحكي في ظهرك ما ينجمش يوجه كلامك قدامي، ما ينجمش يحكي قدامك بالرسمي، اللي يحكي في ظهرك ما ينجمش يجي يقول لك الكلام هذاك في وجهك. انت طب النفاق هو اللي فزت العلاقات الكل، ما عادش تنوفق معناها حاجتك بحاجه، كان انت تحبني ما تحبنيش. سيتو.